السلام عليكم حبايب قلبي، اهلا بيكم. النهارده في فيديو جديد هنعمل مع بعض فستان العيد. هو فستان ترند حلو جدا، يا رب يعجبكم، يا رب يكون سهل عليكم. بس انا هنا هعمل لك نموذج مصغر للفستان، طبعا مش هعمل فستان كامل عشان تلحقي تعمليه للعيد، وعلشان كمان ينجز بسرعه واخلص لك الفيديو. بس اعرفك الفكره ازاي. انت طبعا هتاخدي المقاسات بتاعتك على البنوته نفسها اللي انت هتقيسي لها الفستان. يستحسن انك تاخدي المقاسات وهي معاكي، لان الاجسام بتختلف من برضو من يعني بيبقى نفس السن، وفي اجسام مليانه واجسام رفيعه، فلازم البنوته اللي هتعملي الفستان تبقى معاكي واخده مقاساتها. فاحنا اول حاجه بناخد مقاس دوران الراس، بحيث ان احنا هنعمل الصدر دائري، هيتلبس من فوق ومفيش فتحات ولا زراير ولا عراوي ولا كده، فلازم يبقى ايه يعني واسع شويه عن الراس بحيث تلبسه بسهوله، ما يضايقهاش وهي بتلبسه. فاحنا هنعمل ناخد مقاس البنوته ونعمل عدد من السلاسل بنفس مقاس راسها، بس هنزود برضو شويه، وبحيث كمان يبقى العدد يقبل القسمه على 3. يعني افرضي قستي المقاس وطلع العدد مظبوط بالظبط وطلع العدد يقبل القسمه على 3، لا زودي كمان 3 بحيث يبقى سهل، ما يبقاش ضيق عليها وهي بتلبسه. هنبتدي نعمل عقده البدايه عادي خالص بتاعتنا، وبنعمل عدد من السلاسل زي ما قلنا يقبل القسمة على 3، وفي نفس الوقت يبقى ايه واسع شوية عن راسها بحيث تعرف تلبسه. بنعمل عدد من السلاسل 1 2 3، انا هنا عملت 36 سلسلة، هكتفي بس عشان اوريكي النموذج بس بيتعمل ازاي، هكتفي بالسلاسل دي. هبتدي اقفل، هعدل السلاسل قدامي كده وهبتدي اقفل في اول سلسلة عملتها، هقفل بمنزلقة. هسحب الخيط بتاعي واقفله بالشكل ده اهو. هبتدي اشتغل بقى ازاي، هبتدي اطلع سلسلة 3 سلاسل ارتفاع في نفس الغرزة اللي طلعت منها دي، بعمل عمود بلف. بعد كده 2 سلسلة وبعمل في نفس الغرزة 2 عمود بلف. اهو كده عملت صدفة. تمام، باخد لفة على الإبرة وبسيب 2 سلسلة وباجي في التالتة وبعمل صدفة. عبارة عن 2 عمود و2 سلسلة و2 عمود. اهو بالشكل ده باخد لفة على الإبرة وبسيب 2 سلسلة من تحت وباجي في التالتة وأعمل صدفة. اهو بالشكل ده بعمل صدفة وبسيب 2 من تحت 2 سلسلة واعمل صدفة مكونة من 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود. وصلت هنا اهو لاخر صدفة، خلصت اخر صدفة معايا وهقفل بمنزلقة. فاول عمود انا بدأت فيه الارتفاع هنا باجي في 3 سلسلة فيه اهي وبعمل منزلقة بالشكل ده.
هروح للفراغ على طول عشان انا هشتغل فيه، وهبتدي اعمل فيه منزلقة علشان ابتدي الدور الجديد. الدور الجديد بيبقى عبارة عن هطلع 3 سلسلة ارتفاع، وده برضو بيعتبر اول عمود في الصدفة بتاعتي. بعمل صدفة عادية خالص زي اللي انا بعملها، عبارة عن 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود اهو بالشكل ده، بس بعمل سلسلة فاصل ما بين الصدفة والصدفة، ودوت التزايد بتاعي. هنزل في الصدفة اللي بعدها واعمل صدفة، وبعدين سلسلة، واتنقل للصدفة اللي بعدها على طول، واعمل في الفراغ ده برضو صدفة، وهمشي الدور ده كله كده صدفة، وما بين الصدفة والصدفة سلسلة مسافة ما بينهم، وهو ده التزايد بتاعي في الدور ده. وصلت اهو لآخر صدفة في الدور، باخد السلسلة المسافة وبقفل بمنزلقة في أول عمود ارتفاع عملته بالشكل ده. بروح للفراغ اللي بعده وأعمل منزلقة وأطلع 3 سلسلة، وهبتدي أعمل صدفة جوه الصدفة، ده السطر التالت اللي أنا بعمله. ركزي معايا عشان تشوفي التزايد هيتعمل ازاي فيه. عملنا اهو اول صدفة بنعمل سلسلة، وبنروح لتاني صدفة وبرضو بنعمل فيها صدفة، 2 سلسلة 2 عمود، وسلسلة، ماشيين برضو صدفة ما بينها سلسلة زي ما كنا ماشيين في الدور اللي قبل. أو صدفة 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود، كده عملت 3 صدفات اهو. بعد ال3 صدفات دول ببتدي ان انا اعمل التزايد بتاعي. اهو طيب بعمل التزايد بتاعي ازاي؟ هنا باجي في الفراغ اللي ما بين الصدفة الثالثة والصدفة الرابعة، في الفراغ ده بعمل قبلها سلسلة، وبنزل اعمل حرف في اللي هو عبارة عن عمود 2 سلسلة وعمود. اهو الفراغ اللي ما بين صدفة رقم 3 والصدفة رقم 4، بعمل سلسلة حرف في عمود 2 سلسلة عمود وسلسلة كمان، وباجي بقى على الصدفة اللي بعدها على طول واعمل فيها صدفة عادي خالص. يبقى انا ماشية السطر ده تزايد ازاي؟ بعمل 3 صدفات، وفي الفراغ اللي ما بين الثالثة والرابعة بعمل حرف V، وطبعا السلسلة بينهم. اهو هبتدي اعد بقى من اول، دي اول صدفة معايا وسلسلة، تاني صدفة وسلسلة، تالت صدفة وسلسلة، واتفقنا بقى ان ما بين الصدفة الثالثة والرابعة بننزل نعمل حرف في، بنعمل عمود 2 سلسلة عمود وسلسلة، ونروح نكمل الصدفة فوق الصدفة، ونمشي السطر ده كله بالشكل ده، وده هيكون التزايد بتاع الدور الثالث. وصلت هنا خلاص لنهاية الدور الثالث، بعمل سلسلة وبقفل بمنزلقة.
بروح برضو للفراغ على طول. احنا بنبتدي بنشتغل في الفراغ بتاع الصدفة ونطلع 3 سلسلة ونعمل جوه الصدفة صدفة، 2 سلسلة واثنين عمود، وما ننساش السلسلة المسافة. هنروح للي بعدها ونعمل صدفة، واللي بعدها ونعمل صدفة. كده عملنا 3 صدفات. وسلسلة، فاكرين الدور اللي فات كنا عملنا 3 صدفات وحرف في، هنيجي في حرف الفي ده ونعمل صدفة، وده التزايد بتاعي في الدور ده. هنشتغل صدفات ما بين كل صدفة وصدفة سلسلة، ولما نيجي في حرف الفي نعمل برضو فيها صدفة، اللي هي عبارة عن 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود، وما بين كل صدفة وصدفة بنعمل سلسلة. اهو هشتغل عادي خالص الدور كله صدفات. هنكمل لآخر الدور بالشكل ده. هنا خلاص وصلت لنهاية الدور، وهقفل الدور بتاعي بالمنزلقة كالمعتاد. اهو بصي الشكل بقى عندي اهو دائري، لازم الشكل يطلع معايا دائري كده، لو طلع غير كده يبقى الشغل معاكي مش مظبوط. امشي بس بالأعداد مظبوطة وهو هيطلع معاكي كويس. طيب الدور اللي بعد كده بنعمل الارتفاع بتاعنا في الفراغ بتاع الصدفة، وبنعمل صدفة وسلسلة، بنروح للصدفة التانية نعمل صدفة وسلسلة، للصدفة الثالثة بنعمل صدفة وسلسلة، والصدفة الرابعة بنعمل صدفة وسلسلة. السطر اللي كان قبل السطر اللي فيه الصدفات كنا بنعمل ما بين التالتة، ما بين الصدفة التالتة والرابعة في الفراغ بنعمل حرف فيه. هنا بقى هنعمل ما بين الرابعة والخامسة، يعني احنا بنزود كل ما ده بنزود، تمام؟ فهنعمل بعد الصدفة الرابعة سلسلة، وهننزل في الفراغ نعمل حرف فيه بالظبط زي ما عملنا في الدور اللي قبل ده. اهو 2 سلسلة وعمود، اهو عمود واثنين سلسلة وعمود، وما بينهم سلسلة، ونرجع نعمل فوق الصدفة اللي بعدها صدفة، وهنمشي الدور ده كله كده. هنيجي ما بين الصدفة الرابعة والخامسة ونعمل حرف الفي بتاعنا اللي بنعمله ده، وهو ده التزايد بتاعنا في السطر ده. يا رب تكون الفكرة واضحة. طيب عشان تبقي عارفة، السطر اللي جاي اللي بعد ده هنشتغل في حرف الفي صدفة، وما بين كل صدفة وصدفة سلسلة، تمام؟ طيب السطر اللي بعده بنعمل ما بين بقى الخمسة والستة حرف الفي، بنمشي كده سطر فيه حرف الفي بس بنزود في كل دور. مرة نعملها أول دور بعد التالتة، وبعد كده بعد الرابعة، وبعد كده بعد الخمسة، وبعد كده بعد الستة، بس فاصل ما بين الأدوار دي صدفات في حرف الفي نفسها. يا رب تكون الفكرة واضحة. بتفضلي شغالة كده لحد ما توصلي للطول اللي انت عايزاه، يعني ما تتنيها كده نوصل نغطي صدر البنوتة كده، يعني نعتبر ان صدر البنوتة هيوصل لحد هنا، تمام؟ هنبتدي نقفل الاكمام ونكمل بقية الشغل. بس انت عرفتي فكرة التزايد ازاي، دي اهم حاجة عندي ان انا اوصلها لك. انا هنا اكتفيت بالقدر ده من التزايد، لاني انا بعمل لك نموذج مصغر، انت طبعا هتعملي على حسب مقاس البنوتة اللي عندك. بنفضل نشتغل كده لحد نهاية الصدر، وفي نفس الوقت بنقيس
بعد كده بنيجي مثلا هنا ونقيس دوران الدراع بتاع البنوتة، يعني بنشوف بحيث برضو يبقى مريح عليها، وده بيبقى مقاس الدراع بتاعها من هنا. تمام، هنا بنحط، بنيجي هنا ونحط علامة، دي الأجزاء اللي هنقفل من عندها بقى ايه تحت الباط يعتبر. هم وليكن مثلا الاجزاء دي اللي انا هعملها للاكمام. لو كانت بقى البنوتة اللي عندك مثلا بيبي لسه مولود، فبنوصل على طول دي في دي، يعني الطبقتين في بعض. تمام، طيب لو سنتين او ثلاثة بنعمل غرزة واحدة ما بين دي ودي. طيب اكتر بتعملي ثلاثة وممكن لحد اربعة، عشان في اطفال مليانة يعني، فانت بتعملي على حسب ايه عرض الدراع بتاعها قد ايه. تمام، انا هنا هعمل غرزة واحدة عشان انا عندي نموذج صغير، وهبتدي اعمل هنا اشبك هنا بمنزلقة. تمام، وهبتدي مش هعمل تزايد بقى، همشي الدور بتاعي عادي خالص لحد ما اوصل للجنب التاني، واعمل برضو ايه سلسلة واشبك. هفضل ماشية لحد ما اوصل لدوران الوسط، عشان في دوران الوسط هوقف بقى وهغير اللون، وهبتدي اعمل شكل تاني وموديل تاني. هبتدي اشتغل عادي فوق كل صدفة صدفة، مش هعمل اي تزايد ولا اي حاجة بقى لحد ما اوصل لدوران الوسط. طبعا لازم المقاسات تبقى معاكي عشان تطلع مظبوطة، ويا ريت يعني البنوتة اصلا تبقى قدامك تعملي عليها. ما بحبش حد يعمل حاجة كده والشخص مش معاه، بتطلع الحاجة مش مظبوطة وترجعي تفكي تاني. طب ليه ما من الاول تعملي المقاسات وهي معاكي احسن، تطلع مظبوطة عليها افضل. اهو سلسلة ما بين كل صدفة وصدفة سلسلة، ونكمل عادي خالص الشغل بتاعنا. وصلت هنا للناحية التانية من عند الكم التاني، وهعمل السلسلة وهشبك هنا بنزلقة زي ما عملت بالظبط في الدور في الناحية التانية. تمام كده، ببتدي اروح للصدفة التانية على طول. بعد ما قفلت هنا بروح على طول للصدفة التانية واعمل فيها صدفة. سلسلة ما بين الصدفة والصدفة. بالشكل ده هفضل اشتغل بقى لحد ما اوصل لدوران الوسط بتاعي. مش هشتغل على الكمام بقى، هسيبها هشتغل دوران ظهر ووش كده، دوران حوالين ايه يعتبر البلوزة بقى، الجزء اللي فوق بتاع الفستان. انا كده يعتبر وصلت للمقاس اللي هو فوق الحزام، يعني هبتدي اعمل الحزام هنا. فانا هقيس على البنوت لحد ما اوصل للطول ده، وهبتدي اعمل دور عدد من الادوار كده. هتشوفي انت بقى عايزاه عريض او رفيع، المهم عدد من الادوار هي عبارة عن غرز عمود. في كل غرزة هنعمل غرزة عمود بلفة، فهنطلع 3 ارتفاع ونبتدي نعمل فوق كل غرزة عندنا هنا نعمل عمود بلفة. او يعني بأسس بعمل حزام، وفي نفس الوقت بأسس للدور اللي هعمل فيه ايه الجزء المنفوش بتاع الفستان من تحت. همشي الدور كله كده، فوق كل غرزة تقابلني هعمل عمود بلف، همشي الدور ده كله عمود بلفة. والدور دوت طبعا انت اللي حابة تكرريه 3 ادوار او 4 ادوار عمود بلفة حسب العرض بتاع الحزام اللي انت هتركبيه عليه. وصلت هنا لنهاية الدور وهقفل بمنزلقة، وانا هنا هكتفي في النموذج بعمل دور واحد. انت بقى براحتك عايزة تزودي تزودي، هو ده الفاصل اللي هيبقى ما بين البلوزه بتاعت الفستان والجيبه بتاعته. فهنبدا على طول نعمل في الجزء المنفوش بقى عشان ما اطولش عليكي برضو، وتشوفي بيتعمل ازاي. هنطلع 3 سلسله، 3 في نفس الغرزه بنعمل عمود تاني، دي بتبقى عباره عن صدفات. تمام،
اهي اول غرزة بتبقى ايه، عبارة عن 3 عمود و3 سلسلة و3 عمود في نفس الغرزة. بندخل في غرزة العمود كده وبنعمل الصدفة بتاعتنا، بتبقى اكبر من الصدفة اللي فوق. الصدفة اللي فوق كنا عاملين 2 عمود و2 سلسلة و2 عمود، لا دي 3 سلسلة 3 عمود و3 سلسلة و3 عمود، وهنمشي كده على طول عشان تبقى كبيرة معانا وتدينا كمان ايه شغل، ترمي شغل اكتر. تمام خلاص، عملنا اهي الصدفة بتاعتنا 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود. هناخد لفة على الإبرة وهنسيب اول غرزة وتاني غرزة وندخل في التالتة ونعمل صدفة جديدة، عمود 2 3 و3 سلسلة، وفي نفس العمود بنعمل 3 عمود. اهي بالشكل ده. هنعمل كمان، هنفوت 1 2 وهنيجي في التالتة ونعمل 3 عمود. و3 سلسلة و3 عمود. ماشيين كله تلاتات، وهنفوت هنفوت غرزتين ونخش في التالتة. اهو هنفوت 1 2 ونخش في التالتة ونعمل صدفة جديدة مكونة من 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود، وهنمشي كده الدور كله. وصلت هنا خلاص لنهاية الدور، وهقفل الدور بتاعي بمنزلقة في اول ارتفاع عملته في اول صدفة. هتنقل بعد كده بالغرز اللي هي المنزلقة لحد ما اوصل للفراغ، عشان هبتدي اعمل صدفة جديدة. هبتدي من هنا، هبتدي من الفراغ ده، هبتدي اطلع 3 وهبتدي اكرر نفس الصدفة اللي هي 3 عمود و3 سلسلة و3 عمود. اهو بالشكل ده. هاجي بعد كده هشتغل ازاي هنا، بصي بقى ركزي معايا في النقطة دي. هاخد لفة على الابرة وهنزل في تاني عمود، مش انا عندي 3 اعمدة اهو في الصدفة، هنزل في رقم 2 هاخد لفة وهطلع، بقى معايا 3. هاخد لفة واخرج حلقتين بس من على الابرة. تمام، هاخد لفة وهنزل ما بين الصدفتين هنا في الغرزة اللي ما بين الصدفتين، هاخد لفة واطلع، هعمل عمود مش هكمله برضو، هخرج حلقتين منه بس. اهو بالشكل ده. هاخد لفة وهروح لتاني عمود في المجموعة التانية اهي هنا، ونفس الحكاية هاخد لفة وهخرج حلقتين، بقى معايا 4 حلقات على الإبرة، هاخد لفة وخرجهم كلهم مع بعض واعمل سلسلة. تمام، بعد كده هروح للغرزة اللي بعدها في الفراغ ده وهعمل فوقيها صدفة زي اللي بنعملها بالظبط. 1 2 3 عمود 3 سلسلة و3 عمود. بعد كده هاخد لفة على الإبرة وهروح لتاني عمود هنا، هاخد لفة واطلع واخرج حلقتين بس، لفة وهنزل في الفراغ اللي ما بين الصدفتين هنا، هسحب الخيط واخرج حلقتين برضو، لفة واروح لتاني عمود في المجموعة دي، اخد لفة واخرج حلقتين برضو، بقى معايا 4 حلقات على الإبرة، هاخد لفة وهخرجهم كلهم واعمل سلسلة. هروح للصدفة اللي بعدها على طول وهعمل فوقيها صدفة.
اهو الشغل ده بيبقى ما بين الصدفتين بنعملها عشان ما يبقاش في فراغ ما بين الصدفتين ويدي النفشة بتاعة الفستان. هعملها معاكي كمان مرة، اهي ركزي معايا، هاخد لفة. عندنا هنا 3 أعمدة اللي في الصدفة اللي قبلها، هدخل في تاني عمود فيها وهعمل عمود بس مش هكمله، هاخد لفة واخرج حلقتين بس، لفة، وهروح بقى في الجزء اللي ما بين الصدفتين هنا في الغرزة دي، هاخد لفة واطلع واخرج حلقتين، هروح لتاني عمود في الصدفة التانية وهعمل نفس الغرزة، لفة، هسحب الخيط، هخرج حلقتين بس، بيبقى عندي 4 حلقات كده على الإبرة، لفة واخرجهم الـ4 مع بعض واعمل سلسلة، وهكمل الدور كله بالشكل ده. هروح هنا اعمل صدفة وبعدها هعمل الغرز بتاعتي ما بين الصدفات، بتبقى بالشكل ده معايا. وصلت هنا لنهاية الدور وبعمل في اخر الغرز اهي، سلسلة، وبرجع اشبك في اول ارتفاع عملته بمنزلقة. همشي الدور اللي بعد كده اهو بمنزلقه لحد ما اوصل للفراغ بتاع الصدفه دي، هبتدي اطلع 3 سلسله ونبتدي نعمل صدفه جوه الصدفه، 3 عمود 3 سلسله و3 عمود. هاجي بعد كده هعمل نفس المجموعه اللي كنت بعملها، بس في المرة دي هدخل في نص المجموعة. يعني بصي، اول واحدة هاخدها اهي، كنا بندخل في تاني عمود اهو ونعمل عمود وما نكملوش، هاخد لفة وهدخل في النص هنا في الغرزة دي، واخد لفة واخرج حلقتين، بعد كده هروح لتاني واحدة هنا، اخد لفة واخرج حلقتين، واعمل نفس اللي كنت بعمله بالظبط اهو، هسحبهم كلهم مع بعض واعمل سلسلة، واروح على طول للفراغ اللي بعده واعمل صدفة. اتنين سلسلة، 3 سلسلة و3 عمود. اهو بالشكل ده هروح لتاني عمود هنا، هدخل واخد اللفة بتاعتي واخرج حلقتين بس، واخد لفة واخش في المجموعة في السلسلة اللي انا قفلت بيها المجموعة دي، واخد لفة واخرج حلقتين بس، واروح لتاني عمود نفس الحكاية، هاخد لفة واخرج حلقتين بس، هقفلهم وعليهم السلسلة وهروح للفراغ اللي بعده، وهكذا، وهكمل الفستان كله لعدد الأدوار بقى لحد ما أنا عايزاه. يعني هكمل بالطريقة دي لآخر الفستان، وفي الآخر هنشوف بقى هنعمل ايه، في شغل تاني هنتعمل، هخلص ونرجع نشوف الكم بقى الشغل اللي عليه ازاي. طيب دلوقتي أنا هعتبر إن أنا وصلت للطول اللي أنا عايزاه، وهنكمل بعدين مع بعض هنشوف هنعمل ايه، كده الفستان لسه مخلصش معايا. أنا دلوقتي عايزة أعرفك ازاي تعملي الكمام اللي في الصورة، تطلع كمام كده بومبي منفوشه وشكلها حلو. اهم حاجه عندي في الخطوه دي، اهم ملاحظه عايزاكي تعرفيها، ان انت لازم بتيجي هنا، الجزء ده دايما بيبقى واسع، لما بنعمل الشغل الدائري ده بيبقى تحت الباط الكم ده واسع، فانت لازم تخليه مقاس لدراع البنوته كده، او اوسع حاجه بسيطه، ما يبقاش واسع قوي، فاهماني ازاي؟ يبقى ايه، علشان نمشي الكم يبقى مظبوط معايا، ما يبقاش واسع كده، ما يبقاش منفوخ واسع، يبقى شكله مش حلو. فهو لو واسع معاكي فانت هتيجي من تحت الباط كده وتاخدي بإبرة التنظيف وتاخدي كام غرزة كده، بحيث يجي الدراع ده مقاسها يدخل دراعها منه، فهماني ازاي؟ فانا هاجي بإبرة التنظيف واخيط كل غرزتين قصاد بعض كده بالشكل ده كده، بحيث ايه، اضيق تحت الباط شوية. الحتة دي مهمة جدا عشان الكم يطلع معاكي مظبوط. ونفرض مثلا ان يعني لحد كده مثلا جه مقاسها، خلاص هعقد الخيط معايا وايه، وانضف الخيط ده بعدين. انا عملته من الظهر، ضيقت من ظهر الشغل، قلبت الفستان على ظهره وعملته، وهعمل طبعا الكم التاني مقاسه بالظبط. اهو بالشكل ده هرجع اعدله على وشه عشان هشتغل عليه الشغل اللي هوريهولك دلوقتي. تمام، هنفترض بقى ان ده كم مقاس البنوته، بنيجي تحت الباط هنا واسحب الخيط واسحب الخيطين معايا واعمل عقده، بعمل الحركه دي عشان اثبت بس الخيط، واطلع. انا عملت غرزه 2 3 4، باخد لفتين على الابره وبنزل في الغرزه اللي بعدها على طول
وأعمل عمود بلفتين، تمام؟ بعمل سلسلة ولفتين على الإبرة، وفي نفس الغرزة بعمل عمود بلفتين، يعني أكني بعمل حرف V، عمود بلفتين ما بينهم سلسلة بالشكل ده. بعد كده بسيب سلسلة واحدة واروح للي بعدها واعمل عمود واحد. باخد لفتين على الإبرة واسيب سلسلة واحدة واجي هنا اعمل 2 عمود ما بينهم سلسلة. شغلي كله بعمود بلفتين في الدور ده، اهو، وسلسلة وايه وعمود بلفتين في نفس الغرزة، اهو حرف في اهو معايا، لفتين على الإبرة واسيب غرزة واروح اعمل عمود واحد، ماشيين عمود عمودين عمود عمودين بالشكل ده، لفتين على الإبرة واسيب غرزة واروح اعمل عمودين، سلسلة وعمود تاني بلفتين. بالشكل ده الكم معايا، تمام؟ لفتين على الإبرة وهسيب غرزة وأروح أعمل عمود واحد بلفتين، لفتين على الإبرة وهسيب غرزة وأروح أعمل 2 عمود ما بينهم سلسلة، نفس الغرزة عمود تاني، لفتين على الإبرة وهسيب غرزة وأروح أعمل عمود واحد. لفتين على الإبرة واسيب غرزة واروح اعمل عمودين، سلسلة وعمود. خلاص وصلت هنا العمود، لازم يبقى عمودين وعمود اهو، لازم انتهي بعمودين عشان يبقى وراه عمود واحد، وهبتدي اقفل بمنزلق اهو بالشكل ده بقى الكم بتاعي، تمام؟ طيب هعمل ايه بقى بعد كده؟ شايفه حرف الفي ده؟ ده اللي هنشتغل عليه، بس مش هنشتغل من فوق الشغل، لا، هننيم الشغل كده وهنجيب العمود الطويل اللي احنا عملناه ده وهنشتغل حواليه مجموعه من العواميد العاديه اللي بلفه واحده، هنعمل حوالي 8 اعمده. هاخد لفه على الابره وانزل، بصي من ورا العمود كده حرف الفي اهو بتاعي، اخدت العمود الاول منه ودخلت تحته كده، جبته كده عليا نيمته بالجنب كده عشان اشتغل حواليه الاعمدة. هاخد لفة واعمل اول عمود، عمود بلفة عادي اهو، 1 2 كده، 3 4 5 6 7 تمام. كده عملت ايه معايا؟ 8 اعمدة. هنا خلاص خلصت ال8 اعمدة، بلف الشغل كده واجي على العمود التاني اللي احنا كنا عاملينه حرف في ده، هنيمه بقى العكس كده وهتنقل عليه على طول برضو من تحته، وابتدي اعمل 8 اعمدة زي اللي عملتهم في العمود اللي جنبه، 1 2 3 4 5 6 7 8. بصي بقت عندي بالشكل ده، تمام؟ باجي في الغرزة اللي بعدها وأعمل حشو، هاجي حرف الفي اللي بعدها وهعمل نفس اللي عملته، هشتغل عليه وهو نايم كده أو بالشكل ده، هعمل 8 أعمدة، 1 2 3 4 5 6 7 8، وهلف الشغل هروح للعمود اللي جنبه، هعمل 1 2 3 4 5 6 7 8.
تمام، وهروح للعمود، فوق العمود بنعمل حشو. اهو بصي الشكل ده، بصي بقى شكلها حلو ازاي. دي الغرزة دي اسمها غرزة قشور السمك. تمام خلاص، هروح لحرف الفي واعمل فيه نفس اللي عملته، واشتغل الكم كله بالطريقة دي. هعملها معاكي تاني عشان تشوفيها. اهو هروح للحرف الفي ده، هنزل تحته واعمل الأعمدة بتاعتي. عملت التمن أعمدة، هلف الشغل وأشتغل على العمود التاني. خلصت العدد بتاعي، باجي على العمود وأعمل حشو اهو، وهمشي الدور كله بالشكل ده. هيبقى الكم معايا بالشكل ده. بنطلع بقى من هنا، بنعكس، بنعمل هنا حرف الفي، 1 2 3 4، طلعنا 4، وبنعمل سلسلة مسافة، وناخد لفتين على الإبرة، ونعمل في نفس الغرزة العمود التاني اهو، بحيث يبقى ايه حرف الفي طالع في النص، طالع ما بين المجموعتين دول. ماشي. طيب بعد كده هاجي اعمل سلسلة في قلب بقى الشكل ده، هعمل عمود واحد بس، هعمله فين اللي هو بلفتين برضو، هعمله هنا في الغرزة اللي ما بينهم هنا، هعمل عمود واحد بلفتين. ماشي. ليه؟ عشان يطلع عكس بعض، يعني يطلع واحدة هنا ما بينهم في قشرة زي دي، قشرة سمكية زي دي. ماشي. ما يطلعوش مرصوصين فوق بعض، فاهمة قصدي ايه؟ طب هنعمل سلسلة ونعمل لفتين وننزل ما بينهم هنا. ماشي. ونعمل حرف الفي اهو، عمود بلفتين وسلسلة ولفتين وعمود بلفتين اهو بالشكل ده. سلسلة، هاجي في نص الشكل ده واعمل عمود واحد بلفتين اهو، ده بأسس الدور اللي هو اللي هشتغل عليه بقى الشغل ده. ماشي. هنكمل لآخر الدور ونشوف هنكمل ازاي. وصلت لنهاية الدور وهشبك بمنزلقة، وهبتدي اشتغل نفس الشغل اللي عملته في الاول ده. هاخد لفة على طول على الإبرة، وهنزل حوالين العمود اللي في حرف الفي ده، وهشتغل التمن أعمدة بتاعتي زي ما هما. 2، هكمل نفس الشغل اللي انا خلصت اهو التمن أعمدة، هروح للعمود اللي جنبه هعكسه كده واشتغل تمن أعمدة تانيين، هخلص الأعمدة بتاعتي. خلصت خلاص، بقت بالشكل ده. هاجي للعمود وهعمل حشو. بصي بقى قصدي اهي، بقت دي ما بين الغرزتين في النص ما بينهم. تمام. هما بيبقوا سطرين بس مش اكتر، عشان ما يبقاش شكلها يعني ايه صعب قوي، بس بديها شكل جمالي بس ايه للكم. انا هكمله ونرجع نشوف هنعمل ايه. انا كده هنا خلاص وصلت لنهاية الدور، خلصته وهقفله معايا، هقص خلاص الخيط، وبقى معايا بالشكل ده. انت حابه تخليه بنص زي ما هو كده اوكي، حابه ان انت تكملي زي الصوره، في الصوره مكمله الكم بنفس غرزه الصدفه اللي هي ايه، عمودين سلسلتين عمودين، بتكملي هنا بتاسسي دور من الحشو، وفي نفس الوقت بتعملي تناقص، لان هنا وسع مني عن مقاس البنوت عشان معمول بومبي كده ومنفوخ، واحنا عملنا تزايد عشان يدي النفشه دي، فبترجعي تعملي تناقص وبتعملي الكم عادي، او لو صيفي بقى من غير كم فتخليه كده شكله يعني شكله اظرف.
تمام. انا بس حبيت اقول لك الفكره. انا لحد هنا هنهي الفيديو، والفيديو الجاي ان شاء الله هعلمك بقى الورود والاكسسوارات والفروع بتاعتها، لان ده شغل ايرلندي فلازم خيط رفيع جدا وابره رفيعه جدا وبياخد وقت. فانا عشان ما اطولش عليك الفيديو حبيت اشرح لك فكره الفستان اللي في الصوره، وهنكمل ان شاء الله الفيديو الجاي بقيه الفستان عشان يكمل معاكي الشكل. يا رب تكوني فهمتي، ويا رب يكون الدرس يعني كان سهل عليكي. ولو في اي استفسار اكتبي لي في التعليقات وانا تحت امرك في اي حاجة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.